رحت بس في حياته موجودة كلها معانا، ده غير طبعا ان انا عاصرت بابا وعرفت بقى طبعا حياته كلها عاملة ازاي. واي حاجة طبعا يعني اقول لحضرتك على حاجة، وقت اذاعة مسلسل العندليب كان اللي مجسد شخصيته الاستاذ مفيد عاشور، فجالنا البيت وقعدنا معاه وقلنا له ازاي بيقعد، ازاي بيلبس، ازاي له حركات معينة، ليه طريقة معينة في الكلام يعني. فده طبعا ده اللي هيحصل برضو المرة دي من خلال المسلسل يعني. طيب دكتورة غنوة، يعني هل استقريت ومبدئيا حتى على الفنان اللي ممكن يجسد طبعا حياة الفنان الموجي ولا لسه؟ لا الحقيقة لسه خالص، لأن طبعا شخصيته محتاجة يكون حد له شخصية مميزة، بيعرف يغني، بيعرف يعزف عود، قريب من الشكل إلى حد ما، فلسه الحقيقة ما استقرناش على مين اللي يقوم بالدور. طيب حضرتك قلت ان هو بيعرف يغني، ونعرف ان بداياته كانت الغنى، وهو لما طلع من كفر الشيخ وجه القاهره كان أيوة. كل التصور عنده ان هو يجي كمغني. نقطه أيوة. التحول دي جت ازاي؟ بدايه مشواره يعني؟ لا، التحول من انه مقرر ان هو يبقى مغني وفجاه بيبقى ملحن من اعظم الملحنين في مصر والوطن العربي. كان يعني مثله الاعلى كان الموسيقار الاجيال محمد عبد الوهاب، فطبعا حب الغنى من خلاله، كان بيغني اغانيه كلها من وهو صغير، فطبعا تربى على اعمال محمد عبد الوهاب، فكان مقرر ان هو حتى اصدقائه قالوا له انت صوتك حلو، ليه ما تروحش القاهره تغني وتدخل الاذاعه وتمتحن؟ وفعلا دخل الاذاعه، بس قالوا له انت صوتك جنب الاصوات اللي موجوده دلوقتي يعتبر ضعيف الى حد ما، لان كان جنبه طبعا الاستاذ محمد انديل، على الاستاذ كريم محمود، على الاستاذ محمد عبد المطلب، الاصوات كلها قويه جدا، فهو كان بالنسبه لهم صوت يعني ضعيف. فاول مره في الاذاعه ما قبلش كمطرب، دخل الامتحان لثاني مره يعني بيغني حاجه من الحانه، قالوا له لا احنا ممكن نجيزك كملحن، انت ملحن كويس.